أنا تلميذة إلهام صادق، وأنا جد سعيدة بوقوفي اليوم أمامكم. فخورة بتفوقي وطنيا. ويني الجائزة؟ ونيلي لجائزة فن الخطابة في صنف ذوي الهمم العالية. هذه الجائزة أود أن أهديها لكل من دعمني وشجعني في الانخراط في الأنشطة الحياة المدرسية. هنا وصلنا آخر جملة، وبغات إلهام صادق تنطقها بوحدها وبطريقة ديال التلعثم اللي عندها. شكرا. وقد كان لهذه الأستاذة وقد كان لهذه الأستاذة الدور ألا أنقطع عن الدراسة. وشكرا جزيلا.